السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ممكن يكون في فيديو طويل فانت محتاج ان انت تسمعه كله. لا، مش محتاج ان انت تسمعه كله. امال ايه؟ في موقع ده بتديله بس رابط الفيديو اللي انت عايزه وتقول له اعمل لي ملخص للفيديو، فهو بيشوف الفيديو دوت، بيبدأ يدخل هو على السبتايتل ويبدأ ان هو يشوف الكلام اللي مكتوب كله ويلخصه لك في اهم النقط، فتبدأ تشوف هل فعلا هو ده اللي انت بتدور عليه ولا لا. لان يعني ممكن يكون العنوان بتاع الفيديو خادع او غير حقيقي او مش هو ده اللي انت عايزه، فهو بيبدا يسمع الساعتين 3 4 ساعات اللي موجودين ويروح قايل لك اهم النقط، فانت تشوف ازاي تعمل حساب على شات جي بي تي. انا عايز دي ريسيرش اند بيك اب بلو كومبيتيشن كيورد يوز شات جي بي تي تو رايت بلوج اوت لاين. دي فعلا دي اهم النقط اللي كانت موجوده في الفيديو، بس بشرط يكون الفيديو ده في سبتايتل، وتقدر تعمل شير للكلام دوت او ان تقدر تنسخ الكلام دوت. ده ملخص للفيديو انت اللي عامله، فتقدر ان انت او البرنامج هو اللي عامله، فتقدر ان انت يعني ايه ممكن تحط الفيديو بتاعك لو انت عندك فيديو وعايز تكتب ملخص ليه.